بعد أن كشفتها الرابعة عشر تسقط دعوى تغريم الرافدين ومطالبات شعبية بملاحقة مدير المصرف الأسبق. المالكي يرهن حل مجلس النواب بعودته إلى الانعقاد، والأزمة السياسية تشتد وأطرافها تواصل رفض التحاور. تواقيع نيابية لعقد جلسة استثنائية خاصة بالبصرة، والإعلام الحكومي يعلن تعرض قناة البدعة المائية للتخريب. وفي النشرة بانتهاء مراسم عاشوراء، نجاح للخطط الأمنية والخدمية، وكربلاء تستقبل أكثر من 17,000 زائر أجنبي. صباح الخير، نبدأ نشرتنا من التطورات المتعلقة بعقد مصرف الرافدين مع شركة بوابة عشتار. فبعد أن قادت قناة الرابعة معركة الرأي العام، تعهدت شركة بوابة عشتار للنظم بإسقاط الدعوى المقامة بحق مصرف الرافدين وأبطال حكم الغرامة تجاه المصرف بدون أي شرط. الشركة في خطاب موجه إلى مدير مصرف الرافدين أوضحت أن الاتفاق على الشرط الجزائي بقيمته الحالية كان في حالة الفسخ المتعمد أو بحالة الإخلال ببنود العقد، وبينت أن السبب الرئيسي من الشرط الجزائي هو التخوف من خسارة الاستثمارات وتخوفا من الترهيب على إدارة المصرف من شركات تنوي احتكار السوق لوقف استمرارية العقد. هذا وكشف النائب عن تحالف الفتح ثائر مخيف عن استدعاء وزير المالية في مجلس القضاء الأعلى على خلفية الغرامة التي تترتب على البنك المركزي في صفقة شركة بوابة عشتار. وقال مخيف إن هناك الكثير من الشبهات في القطاع المالي، وموضوع شركة بوابة عشتار ربما يكون من عشرات صفقات الفساد التي يتم تسليط الضوء عليها. ولفت إلى أن المحكمة الاتحادية تستطيع إصدار قرار يقضي بعدم قانونية هذه الغرامة باعتبار أن الشركة لم تقدم أي خدمة إلى البنك المركزي. من جانبه، رفع عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي شكوى إلى الادعاء العام ضد وزير المالية ومدير مصرف الرافدين على خلفية الفساد في عقد شركة بوابة عشتار. السلامي طالب باتخاذ الإجراءات القانونية والشكوى ضد وزير المالية ومدير مصرف الرافدين لإضرارهما بالمال العام وتحميلهما قيمة الأضرار المادية، مؤكدا أن صفقة الفساد تمت تحت أنظار وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى في الوزارة وله حق الرقابة والإشراف على الدوائر التابعة للوزارة. هذا وتعالت المطالبات بعد صفقة 600 مليون دولار بإعفاء مدير مصرف الرافدين الأسبق حسين محيسن من إدارة شركة الخدمات المصرفية. ولاقت قضية إلزام مصرف الرافدين بدفع مبلغ 600 مليون دولار كتعويض لشركة بوابة عشتار والتي أثارتها الرابعة جدلا واسعا على المستوى الشعبي والسياسي والنيابي وحتى القانوني لما تحمله من هدر للمال العام. وإلى القصة الكاملة لعملية الفساد التي أودت بهدر 600 مليون دولار أمريكي من قبل شركة بوابة عشتار، ترويها الزميلة نرمين منذر عبر هذا التقرير. أهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة الرابعة، نطل عليكم اليوم للكشف عن تفاصيل جديدة. تفاصيل هذا اليوم تخص قضية فساد جديدة تهز الرأي العام وتكبد العراق 600 مليون دولار، بطلتها هذه المرة شركة عشتار للدفع الإلكتروني. فمن هي شركة بوابة عشتار؟ بوابة عشتار هي شركة ليست لديها مقومات شركة، مملوكة من قبل شخص يدعى
علي غلام. أصدر البنك المركزي وثيقة في العام 2013 تقضي بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وحصلت الشركة بوابة عشتار على إجازة من البنك المركزي العراقي في 29 من تشرين الثاني عام 2020، أي قبل 3 أشهر من تاريخ إبرامها. وكان هذا إبرام العقد مع مصرف الرافدين رغم وجود كتاب للبنك نفسه يشير فيه إلى توقف منح الإجازات لأي شركة قبل هذه المدة، وكتاب آخر يشير إلى تمديد التوقف. لكن السؤال يكمن هنا، كيف حصلت شركة بوابة عشتار على 600 مليون دولار؟ هنا ستبدأ القصة بتوقيع الشركة عقد مشبوه مع مصرف الرافدين بتاريخ 4 من آذار 2021 لتزويد المصرف 10,000 صراف آلي مجاني، إضافة إلى خدمات أخرى حديثة، فضلا عن تغيير البنية التحتية الخاصة بالدفع الإلكتروني، لكنها لم تلتزم بها. الشركة وضعت التزاما على نفسها في العقد بإصدار بطاقات دفع إلكتروني الماستر كارد من دون أخذ إجازة من الشركة العالمية التي رفضت منحها للشركة. بحسب العقد المبرم بين الجهتين، فإن خدمات الشركة لم توضح مقارنة بتوضيح الغرامات المفروضة على مصرف الرافدين. وهنا فرضت الشركة شروطا كبيرة على مصرف الرافدين إذا ما التزم ببنود عقد معها تتضمن غرامات مقدارها 600 مليون دولار للسنوات الخمس الأولى، و500 مليون للسنوات الخمس الثانية، و400 مليون للثالثة، و300 مليون للسنة الرابعة، فضلا عن فرض عمولات على رواتب الموظفين والمتقاعدين. وزارة المالية قدمت 54 ملحوظة بعد تدقيقها العقد المبرم بين شركة عشتار ومصرف الرافدين. وزارة المالية أوصت بإلغاء العقد المبرم بين الشركة ومصرف الرافدين أو تعديله. الكشف عن صفقة الفساد هذه دفع هيئة النزاهة والادعاء العام لفتح تحقيق بالعقد المبرم واستدعاء المتورطين فيه. هذه الصفقة أثارت العديد من الردود الغاضبة الرسمية والشعبية، المطالبة بمحاسبة مدير مصرف الرافدين الأسبق حسين علي محيسن الذي خطط ونفذ هذه السرقة مع شركة عشتار، والكشف عن التيار السياسي الذي عينه بالمنصب وحماه أيضا من العقاب. لكن في خضم كل ذلك يبقى السؤال المهم هنا، هل سيوقف مصرف الرافدين كل هذه القروض والسلف للمتقاعدين ويعطيها لعلي غلام مدير شركة عشتار؟ هنا يكمن السؤال، وهنا ما ستجيب عليه هذه الأطراف. لكن حتى هذه اللحظة ألقاكم على خير. في الشأن السياسي، أكد رئيس الاتحاد الوطني باف الطلباني أن العراقيين يتطلعون إلى تأسيس حكومة خدمية وطنية تصارع الفساد وتبدأ بإصلاحات شاملة. طلباني في كلمة بذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام دعا الجميع إلى أن يبادروا لاستخلاص العبر من يوم عاشوراء في التكاتف ووحدة الصف والعمل على إصلاح ذات البين خدمة للعراق، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة قوية تواجه الصعاب وتحقق مراد المواطنين. من جانبه، رفض رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة إلا بعد عودة المجلس إلى الانعقاد. المالكي في كلمة له قال إن العراق بلد مكونات، وشعبه يتشكل من مذاهب وقوميات، ولا يمكن أن تفرض عليها إرادة إلا بإرادة الشعب بالكامل وعبر مؤسساته الدستورية. الوقوف بوجه المتجاوزين هو الخط الحسيني، والصمود حتى النصر أو الشهادة هو الخط الحسيني الأصيل. العراق بلد المكونات، وشعبه يتشكل من مكونات ومذاهب وقوميات،
ولا يمكن أن تفرض إرادة عليه إلا إرادة كامل الشعب وعبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها مجلس النواب المنتخب. فلا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد، وهو الذي يناقش هذه المطالب، وما يقرره نمضي به، لأن العراق ونظامه أمانة في أعناقنا منا جميعاً، والعراق لا يخدمه إلا الالتزام بالقانون والدستور. أكد النائب المستقل باسم خشان أن الإصلاح لا يتحقق بتغريدة ولا بجزجوصة ولا بالجموع الكبيرة التي تخوض بلا هدف. خشان في تدوينة على تويتر دعا جميع القوى التي تدعي الإصلاح إلى ترك المكابرة والخوض فيما لا يحقق للناس شيئا من مصالحهم، مشيرا إلى أن مركبه يسير بأشرعة الثابتين على المبادئ ولم ينجرف إلى مياه المطالب الاستعراضية المستحيلة الضحلة حسب التدوينة. على خط التهدئة أو في منطقة المنتصف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، هذا هو الموقف الذي اتخذته غالبية القوى السياسية للتعامل مع الأزمة السياسية ودعوات حل البرلمان. موقف وإن كان يجنب تلك القوى الكثير من المخاطر كخسارة الحلفاء والداعمين الأساسيين، إلا أنه قد يؤدي بشكل أو بآخر إلى تأزيم المشهد أكثر. أحمد ليث. لا موقف سياسيا واضحا خرجت به الكتل تجاه دعوة السيد الصدر الأخيرة إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. فالغالبية السياسية وقفت على خط التهدئة واكتفت بالترحيب خطابيا. أما زعيم تلف دولة القانون نور المالكي استبعد ما يريده التيار الصدري دون العودة إلى الطرق الدستورية والبرلمانية. هو دستوريا صعب حل البرلمان ما لم يلتئم البرلمان إلا بإجماع وطني يصير، فممكن أن يحل البرلمان. كل هذه القصة التي نتحدث عنها هي تحتاج إلى مكاشفة عالية. هنالك خلاف بين رجلين، بين السيد المالكي وبين السيد مقتدى الصدر، وصل إلى مرحلة كسر العظم. الوساطة الحوارية هي من ستكون اللاعب الفاعل في رسم البوابة السياسية لجميع الكتل. فالأمم المتحدة أبرزت نفسها وزجتها ضمن أوراق حل الأزمة، وأخذت موقع الصاغي والمرسل للضمانات والتعهدات التي تبحث عنها الجهات السياسية قبل التحرك خطوة إلى الوراء. على الرغم الآن من كمية التحدي الموجودة في الساحة السياسية، وعلى الرغم من اختلاف الآراء وتباين وجهات النظر إلى أن هناك محددات لا يمكن تجاوزها، فاليوم نحن ذاهبون لمبادئة قبل مبادرة، مبادئة حوارات تكون فيها هناك قوى سياسية أو قادة سياسيين لهم ضمانات تقدم للتيار الصدري أو الأمم المتحدة التي هي برعاية جنرال بلاسخارت اليوم هي تقود جولة من التفاهمات لتقريب وجهات النظر، أن تكون هي كضامن لنتائج هذه أو مخرجات هذا الحوار. احتجاج التيار الصدري وتصعيده هو الحلقة الضغطة على الأطراف السياسية في حال تركت قرار السيد الصدر، بجانب تحركاتها ولم تعمل على تحقيقه وفق ما يريد. ما طرحه السيد الصدر من قرارات تتعلق بحل البرلمان والذهاب إلى إجراء انتخابات مبكرة، البعض من الكتل السياسية يراه بطوق نجاة لا يطبق إلا بالأعراف الدستورية والاتفاق على نقاط عديدة من طريق جولات الحوار. أحمد ليث، بغداد، الرابعة. كشف النائب عن البصرة رفيق الصالح عن جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة استثنائية لمعالجة الأزمات المتفاقمة في المحافظة. الصالح وفي بيان قال إن المدينة تعاني من ارتفاع مخيف في اللسان الملحي وإمكانية حدوث كارثة بيئية في حال تم تفاقمه، فضلا عن أن أزمة الكهرباء والمياه تكاد تكون موسمية وتحتاج إلى حلول سريعة وحاسمة، معربا عن استغرابه من ازدياد وتيرة تلك المعضلات مع الأحداث السياسية الجارية في البلاد.
أعلنت وزارة الكهرباء تشكيل لجنة وزارية عليا للإشراف على ملف الطاقة في جنوب البلاد. الوزارة في بيان أكدت أن المنظومة الكهربائية في طريقها لمعاودة الاستقرار الجيد بعد معالجة العوارض الفنية التي مرت بها. البيان أضاف أن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة ستعزل وتحاسب من ثبت تقصيره في الأزمة الأخيرة التي شهدتها محافظات جنوب البلاد. في الأنبار المشهد لا يختلف كثيرا عن البصرة، فبعد الإهمال والجفاف أضحت ضفاف نهر الفرات مكبا للنفايات، ما أدى إلى ارتفاع نسب التلوث في النهر إلى مستويات خطيرة. ففي الوقت الذي تتوعد فيه الحكومة المحلية بمقاضاة المتجاوزين، يشهد الفرات انخفاضا غير مسبوق بمناسيب المياه. أصبحت ضفاف نهر الفرات مكب للنفايات، فالمعامل والمصانع والمستشفيات تلقي بمخلفاتها هنا، وقد ساهم ذلك بتشويه وجه النهر، فضلا عن ارتفاع نسبة التلوث إلى أكثر من 30%. فالنهر أصبح أسيرا للاستغلال غير الشرعي لضفافه. يبتلع نهر الفرات هنا، لازم نخلي نوقف هنا نقطة نظام وعلامة استفهام، منو اللي دي يشتغل هذا الشغل وأخذ نهر الفرات باتجاه الرمادي؟ هذا النهر اذا بقى يتقلص راح ينتهي. هو الان المي ماكو، واكو الدوله تشكي انه اكو مشاكل مع تركيا ومع دول المجاوره بخصوص المياه. من شفنا النهر تقلص وانتهى المياه بنهر الفرات كانما ضيعنا فد شيء بالمدينه. اذا انت تيد تحافظ على الشاطئ، تيد تنظف تطلع من بطنه من الداخل للخارج، مو بالعكس، تجيب من برا طين وتطمر به في سبيل انه توسع المساحه من الجال للشط الداخل حتى تبني مولات وتبني مقاهي وتبني مناطق سياحيه خاصه بك انت، فائدتك انت نفسك، انت المتنفذ لهالموضوع هذا، فائدتك انت بس. ورغم ان الحكومه المحليه في الانبار تتابع هذه التجاوزات وقد حذرت منها اكثر من مره، لكنها مع استمرار التجاوزات اكدت حقها في اقامه دعاوى قضائيه بحق المتجاوزين حفاظا على النهر. اكو بعض التجاوزات واحنا متابعينهم قانونيا وقضائيا حول هذا الموضوع. ان تركت نعم، بس اذا شاء الله احنا قلت لك متابعين، يعني كلجنه تجاوزات مركزيه متابعين اي تجاوزات بدنا نطلع عليه اول باول. تضيق مجرى النهر وتاثر حتى على المحافظات الجنوبيه، وهذا الشيء احنا ما نريده. تدري من ضيق مجرى النهر راح تأثر على المحافظات. ويتعرض نهر الفرات بعد انخفاض منسوب مياهه من المنبع إلى تجاوزات على الأراضي المجاورة له، والتي تضيق عليه بعد تشييد عدد من مزارع الأسماك والأفرع المائية العشوائية التي تسببت بحرمان الكثير من المدن من حصصها المائية. التضييق على ممر نهر الفرات سيحرم العديد من المحافظات من المياه في ظل أزمة الجفاف التي يعاني منها البلد. لقناة الرابعة سعد العاني، الأنبار. تنتشر في الأونة الأخيرة نسب البطالة بصورة كبيرة بين الشباب بسبب عدم توفر فرص عمل وانتشار العمالة الأجنبية التي باتت تغزو البلاد رغم عدم امتلاك العديد منهم الإجازات والإقامات القانونية. تزايد ملحوظ بأعداد العمالة الأجنبية الوافدة على حساب الأيدي العاملة المحلية، والتي ركن أغلبها وأصبح بأعداد العاطلين، لتزداد نسب البطالة في البلاد مع حالة الانفلات الكبيرة في دخول العمالة الأجنبية وعدم السيطرة عليها. فأغلب المتواجدين من العمالة الوافدة لا يمتلكون الإجازات القانونية ولا الإقامات، وبعضهم يعمل بالخفاء بعيدا عن أنظار الجهات المعنية بترحيلهم. هنالك ايضا منافسه من العماله الاجنبيه، طبعا هذا يؤثر على المردود الاقتصادي للاسره، يؤثر في عدد العاملين، لان توجد هنالك منافسه من قبل هذه العماله. فبالتالي نحتاج تفعيل القوانين، ان لا نحرم ولا نقصي وجود العماله الاجنبيه، ان تكون هنالك منافسه لكن في اطار القانون. بالتالي هنالك ضوابط لوجود العماله الاجنبيه، الالتزام بالضريبه، الالتزام بقضية الضمان الاجتماعي، وكذلك اليوم ضمان حقوق العمالة العراقية عن طريق القوانين. العمالة الأجنبية اللي موجودة هسه داخل العراق لازم كلها تترحل،
وتخلي قوانين صارمة مثل قوانين الخليج على مدمني يجوك يعيجون على عيشتهم، لأنه قام يخبث ويسوي ويطلب، وبابا أنت نفر ما يتزين، أنت بابا نفر هذا. أما العامل العراقي فالعمال العراقي إن كان عنده عامل عراقي صيحت عليه ورا شوية جاب لي عمامة وجه، وخاف واحد يقول لك شغل ماكو، وحق هذا المصاب الشغل بالعراق خير الله، والعامل ياخذ باليوم 25,000 وأكله وشربه طالع. ويحذر مراقبون من وجود العمالة الأجنبية داخل العراق وبهذا التوسع الكبير لما له من آثار سلبية على المستويين الأمني والاقتصادي، ويستدعي تجديد الإجراءات الخاصة بهم وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الاستخبارية. المشكلة الآن بأن صاحب المستثمر العراقي أو صاحب المحل التجاري أو الكوف شوب أو الآخره يجد أنه العمالة الأجنبية يفضلها على العراقي، تكلفة الراتب الشهري أقل من الموظف العراقي، وأيضا كفاءة العامل الأجنبي. باستطاعتنا علاج هذه المشكلة عن طريق وضع ضوابط لوجود هذه العمالة، وضع قوانين لدخول العمالة الأجنبية إلى العراق. هنالك الدول التي تأتي منها العمالة الأجنبية هي معروفة، بنغلاديش وباكستان والآخر. الحل الآخر، المشكلة الأخرى، هي منافسة هذه العمالة مع شباب العراق وأبناء العراق. الحل الأمثل لهذا الموضوع هو تدريب العمالة العراقية وشباب العراق على العمل بمختلف المهن. مرض العمالة الأجنبية لم يقتصر على القطاعات الخدمية والتنظيف والأعمال المنزلية، وإنما شمل أيضا قطاعات استراتيجية. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. أعلنت اللجنة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء نجاح خطتها الأمنية، مؤكدة أن الإجراءات سارت بسلاسة تامة رغم كون الزيارة هي الأكبر تاريخيا. وأشارت إلى أن الزيارة شهدت تشغيل دخول منظومة الكاميرات الأمنية إلى الخدمة للمرة الأولى. اليوم طبعا أيها الأعزاء الأحبة جرت مراسيم عاشوراء، شاركت في هذه المراسيم وفي هذا العزاء ملايين المؤمنين من محافظة كربلاء المقدسة ومن المحافظات العراقية الحبيبة ومن الدول الشقيقة والصديقة من كل أرجاء العالم. وهذه الأعداد المليونية شاركت في هذا العزاء بكل انسيابية، بالرغم من الظروف الجوية الصعبة وبالرغم من الأعداد الكبيرة، إلا أن الحمد لله كان هناك تعاونا كبيرا بين العتبات المقدسة الحسينية والعباسية ومحافظة كربلاء المقدسة بدوائرها الأمنية والدوائر الخدمية على مستوى قيادة العمليات وقيادة الشرطة. لم تكن هناك إحصاء عددي رقمي بشكل دقيق، ولكن أجزم أن هذه الزيارة هي في كعاشوراء هي أكبر زيارة عاشورائية إلى الآن، وبذلك هي زيارة مليونية. أعداد الموجودة بالملايين شاركوا من داخل وخارج العراق. وكانت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة أعلنت نجاح خطتها الخاصة بإحياء مراسيم عاشوراء، وبالخصوص مراسيم عزاء رقدة الطواريج. وقال الأمين العام للعتبة الحسينية والمشرف على عزاء رقدة الطواريج حسن رشيد العبايجي إن العتبة الحسينية المقدسة أعدت في هذا العام خطة محكمة ودقيقة وشاملة انطلقت من ليلة الأول من شهر محرم. ومن جانبها أعلنت العتبة العباسية نجاح خطتها الخاصة باستقبال الزائرين لأداء مراسيم يوم عاشوراء. هذا وأحيا ملايين المسلمين يوم عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام في كربلاء المقدسة. وتضمنت مراسيم الزيارة أداء شعيرة رقدة الطواريج التي تعتبر واحدة من أهم طقوس العاشر من محرم لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين. هذا وكانت العتبة العباسية المقدسة قد حددت 7 بوابات لدخول وخروج معزي رقدة الطواريج لضمان سهولة حركة وانسيابية المعزين وعدم حدوث تدافع أثناء تأدية مراسيم عزائهم وعدم حدوث زحام أو انزلاق أثناء الرقدة، وبما يضمن استيعاب الأعداد المليونية.
كشفت سلطة الطيران المدني عن استقبال أكثر من 17,000 زائر أجنبي لأداء زيارة عاشوراء في كربلاء المقدسة. السلطة في بيان ذكرت أن مطار النجف الأشرف استقبل 12,150 زائرا، فيما استقبل مطار بغداد 5,500 زائر خلال هذه الأيام ومن مختلف الجنسيات. وأضافت أن هناك جهودا خدمية كبيرة تبذلها إدارتا مطاري بغداد والنجف عبر التنسيق بين الجهات السائدة أو الساندة فيها وهيئة السياحية ولتقديم التسهيلات اللازمة للزائرين. هذا وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية استكمال إجراءات استقبال زوار الأربعينية بمنفذ المنذرية أو المنذرية. وقالت الهيئة في بيان إنها شرعت بإجراءات استقبال زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في منفذ المنذرية الحدودي، وبالتنسيق مع المحافظة وقيادة عمليات ديالة وقيادة الشرطة في المحافظة. ولفتت إلى أنه من ضمن الإجراءات استحداث السقائف والممرات الخاصة بمرور الزوار وتجهيز الساحات التي تم تحديدها وقوف العجلات وتواجد المواكب لتقديم الدعم اللوجستي للزائرين وتهيئة كافة المستلزمات لضمان سير الإجراءات وفقا سيابية عالية. في العاشر من محرم الحرم فتحت كربلاء المقدسة ذراعيها لاحتضان ملايين الزائرين الذين وفدوا إلى المدينة لإحياء مراسيم زيارة عاشوراء، زيارة كسرت جميع التوقعات وسجلت أرقاما قياسية في العشق الحسيني. مآثر طالب. وبإصدار ستار عن زيارة العاشر من محرم لهذا العام تكون كربلاء قد أكملت أحد أهم الزيارات المليونية في المدينة وسط تحديات خدمية وأخرى أمنية. بينما يستغرق العالم في وضع هذا الكوكب ضمن نطاق حسابات الصراع بين الحق والباطل، صدحت في كربلاء صرخة الحق مرة أخرى بعد انقطاع دام عامين، إذ فتحت المدينة المقدسة أبوابها أمام الآلاف من زائريها كما هي عادتها منذ قرون. يعني الزيارة أبا عبد الله الحسين خدمة يعني متواصلة ورحمة من الله، والحمد لله والشكر على هالنعمة هاي اللي الله سبحانه عز وجل من الناس عليها. نسأل الله سبحانه عز وجل القبول والأمان إن شاء الله، ويرفع الغمة عن هالأمة هاي بحق الحبيب محمد، ونعودها على الوادي بالصحة والسلام إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. إن هذا اليوم هو ثورة للإمام الحسين ضد الفاسدين وضد الفسقة وضد جميع من تآمر على الحسين في هذا اليوم. إن خدمة الإمام الحسين هي واجبة على كل شيعي، وهي نبض للحياة، ونحن كشعب العراق خدام للإمام الحسين إن شاء الله. حشود الزائرين التي خالفت كل التوقعات وسجلت لكربلاء زيارة واقعية ونوعية خلافاً لما كان مقرراً أن تكون، حيث تصاعدت هتافات التلبية للنهضة الحسينية الخالدة وسط سعي الجميع للالتزام بإجراءات الوقاية الطبية والخدمة الحسينية. وفاة الحسين والعباس في أرض كربلاء طهروهم بدمهم وأخوانهم وأولادهم وأصحابهم، فنرجع من المسلمين والمسلمين والمسلمات يتعزون بعزاء فاطمة الزهراء عليها السلام، ويذكرون مصرع الحسين عليها السلام في أرض كربلاء، وكفوف العباس عليها السلام، والتأثير من أسرة وزينب. يعني المشاريع لخدمة محمد وآل محمد في هذه الأيام، في زيارة عاشوراء وزيارة الأربعين، من ضمنها مشروع ساق العطاشة، توزيع الماء والطعام على زوار أبو عبد الله الحسين. العراق بسلام، أمورنا تتعدل، وريد الأمان، أهم شيء الأمان نريده، كل شيء ما نريده الأمان. أي والله يا خالة، أول زيارة بعد كورونا. أي والله أول زيارة هاي، نحن بعد كورونا ما طلعنا زيارة، هاي أول مرة طلعنا زيارة. أي والله والله ما مقصرين، وما مقصرين بكل شيء، بكل شيء يعني ما مقصرين، وللزوار يعني قايمين بكل شيء، والله يعطيهم العافية إن شاء الله. ساعة الليل المتواصلة في العزاء والإحياء اختتمت غدة عاشوراء عبر إحياء جموع الزائرين لتقليد ركضة طواريج الشهير، ليزدل بذلك ستار عن أكثر الزيارات المليونية إحاطة بالتحديات الطبية والأمنية والاقتصادية. من كربلاء المقدسة مآثر طالب، قناة الرابعة.
ختام النشرة تذكير بالعناوين. بعد أن كشفتها الرابعة عشر تسقط دعوى تغريب الرافدين ومطالبات شعبية بملاحقة مدير المصرف الأسبق. المالكي يرهن حل مجلس النواب بعودته إلى الانعقاد والأزمة السياسية تشتد وأطرافها تواصل رفض التحاور. تواقيع نيابية لعقد جلسة استثنائية خاصة بالبصرة والإعلام الحكومي يعلن تعرض قناة البدعة المائية للتخريب. وكان في النشرة بانتهاء مراسيم عاشوراء نجاح للخطط الأمنية والخدمية وكربلاء تستقبل أكثر من 17,000 زائر أجنبي. للمزيد من الأخبار وأبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة .tv وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستغرام تيليجرام تويتر سناب شات وتيك توك. أنا وفريق عمل هذه النشرة نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.